دولة قطر أصبحت نموذج للتعاون وللتعامل مع كافة الملفات في حقوق الإنسان، في العمالة. قطر أصدرت قوانين تحترم العمالة بشهادة المنظمات الدولية. احنا لا نتكلم بشهادة القطريين، ولكن المنظمات الدولية شهدت بإمكانيات دولة قطر، وعلى رأسها رئيس الفيفا الذي صرح لأكثر من مرة بأن لأول مرة يشاهد كأس عالم متكاملة الأطراف. سعدنا جدا بإقامة أول معرض الذي تقيمه اللجنة الوطنية حقوق الإنسان في قطر بعنوان كرة القدم وحقوق الإنسان في الجزائر العاصمة، وسينتقل هذا المعرض بعد ذلك إلى عواصم أخرى. ابتعدنا عن موضوع الندوات والمحاضرات لنصل هذه الرسائل عن طريق لوحات فنية تعكس من خلال هذا الرسم لا للعنف في أثناء كأس العالم، أيضا نبذ العنصرية والمساواة.